السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة حبايبي هنعمل تورتة الكنافة الجميلة دي، كنافة بالمانجا وكنافة بالجيلي المانجا برضو، وهنعملها كده بالكريم شانتيه وهندلع الدنيا النهاردة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ طبعا تحفة فنية، شكلها روعة. شايفة كاسات الكنافة اهي ببسكوت الاوريو، وهنا كمان الكنافة الكوبايات، كنافة بالكريمة، عملكوا كنافة بالكريمة والمانجا بطريقة طبعا سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم متعودين معانا. يلا بينا نشوف احنا عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. يلا بينا. النهارده حبايبي انا هعمل لكم الكنافه، كنافه بالمانجا بطريقه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله هتعمليها بكل سهوله. انا الكنافه ديت انا جبتها حطيتها في الفريزر قبلها بيوم. لازم تحطيها قبلها بيوم في الفريزر عشان تتقطع معاكي كده بكل سهوله، تبقى قطع صغيره كده. احنا هنعمل يا حبايبي النهارده تورته كنافه بالمانجا كده والكريم شانتيه بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعمل كاسات الكنافة برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنفرفرها كده، شايفة؟ عشان باتت في التلاجة فرفتت معاكي كده عادي خالص. ده نص كيلو كنافة. الكنافة ديت هنحط عليها نص كوباية سمنة سايحة، شايفه بالطريقه دي؟ دي نص كوبايه من السمنه السايحه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تخلطيها بقى بالكنافه كلها كده، السمنه كلها بالكنافه. احنا هنعمل صينيه معاكم بالمكسرات، وهنحط عليها كريم شانتيه، وهنزينها بقطع المانجا، وهنعمل كاسات المانجا او كوبايات المانجا زي ما قلنا. عادي بقى احطيها في اي حاجه عندي كده. شبعنا الكنافه كلها في السمنه. هنا دي الصينيه بتاعتنا اللي هنعملها، اللي هنعمل بيها الصينيه العاديه بتاعتنا اهي. هنحط جزء كده. بسم الله. هتعملي بقى ايه؟ هتدوسي عليها بايدك كده او بكوبايه، اي حاجه زي ما انت عايزه يعني كده. لازم تضغطيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان يعني كنافه وقطايف. هعمل لكم ان شاء الله القطايف من الالف للياء، العجينه بتاعتها، وهنعملها ونسويها مع بعض ان شاء الله. وهنحط معاكم الحشوه بتاعتنا، زبيب وجوز الهند. هنحط بقى المكسرات بتاعتنا، بندق، كاجو، اهي بندق وكاجو وعين جمل ولوز. طبعا انا مش عارفه اكسرهم كده، انا هكسرهم وارجع لكم. ادي المكسرات بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحشوة بتاعتنا اللي هنحشي بيها صينية الكنافة بتاعتنا اهي. هنوزعها بقى هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بالطريقة دي. وهنبتدي بقى نحط عليها الكنافة، باقي الكنافة الطبقة اللي فوق كده. بندوس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في قطع كده عايزه تكمل بتكمليها. هنحطها بقى في الفرن لحد ما تتحمر معانا. اهم حاجه انك بتسويها كويس عشان تبقى كلها
قطعة واحدة كده، ما تبقاش حتة طالعة حتة نازلة. بتسوي الكنافة بتاعتك كويس، هنحط عليها شوية سمنة كده من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم، تديها طعم وهتحمر معانا بتبقى زي الفل. هندخلها بقى الفرن. تالت من الكنافة بتاعتنا. بص يا حبايبي، احنا كده الكنافة بتاعتنا اهي اهي، هنفككها كده من بعضها وهنحط عليها سمنة سايحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، كده بالطريقة دي عشان تحمر معانا وتبقى شكلها ذهبي كده وجميل. هنحط عليها كمان المكسرات بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط معلقة من المكسرات، هنبتدي نلفها كده. طبعا مش هتاخدي الجزء كله، هتبقى كده معانا. تبقى كده معايا. وكده بنفس الطريقة هنحط مكسرات الحشوة بتاعتنا وهنلفها كده اهي اهي يا حبيبي. اهم حاجة بس ايه، تقفلي عليها كويس، تدوسي عليها كده. شايفة بالشكل ده؟ هكملهم كلهم بقى بالشكل ده، وبعد كده نرجع مع بعض نكمل الكنافة بتاعتنا. هنا حبايبي الصينية بتاعتنا خلصت، نحطها في الفرن وبعد كده نطلعها نسقيها بالشربات مع بعض. هسقي بقى معاكم الكنافة اللي احنا عملناها مع بعض، هنسقيها كده بالعسل. طبعا طريقتها سهلة وبسيطة جدا وطعمها خرافة. والكنافة اللي احنا هنكملها كمان كان طعمها روعة، قنبلة فعلا والله العظيم، جميلة جدا والطعم روعة بالكريم شانتيه، حاجة كده زي العسل. طبعا يا حبايبي عسل الكنافة التقيل، كوبايتين سكر وكوباية مية، عصرة ليمونة وكيس فانيليا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي انا كده خلاص خلصت الكنافة كلها. كده بقى يا حبايبي نبدأ نشتغل بقى في تورتة الكنافة بتاعتنا. هجيب الكنافة بتاعتنا من البوتاجاز ونشوف هنكملها ازاي، وهنزينها بقى بالمكسرات والحاجات الجميلة. ودي الكنافة بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن، هنبتدي بقى نسقيها كده بالشربات التقيل بتاعنا بتاع الكنافة. الكوبايات دي خلصت، حطينا لها العسل بتاعها وخلصناها، هحطها بس في طبق تقديم وهوريها لكم. هنا بقى يا حبايبي اهو رصيبي، لفيت بقى الجناب كلها ببسكوت الاوريو بالطريقة دي. هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حبايبي بقى هنبتدي نحط الكريم شانتيه عليها. بالشكل ده كده كده بالشكل ده اهو. هحط بقى فوقيها المانجا، دي المانجا بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو يا حبايبي بالطريقة ديت هنفردها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل بقى ايه، وردات كده من الجناب، هنلفها كده بوردات صغيرة او فستونات صغيرة كده. كده بالشكل ده نكون عملنا تورت الكنافة كده. ايه رأيكم؟ زي العسل. وهنا كمان اهي
الاثنين بقى كل واحده كده. هنحط بقى يا حبايبي واحده بندقيه كده كل واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ هنا جل التلميع كده هنلمع مع المانجا بتاعتنا بجل التلميع. ما عندكيش جل تلميع هتجيبي علبه جيلي وتعمليها وتحطيها على عسل، هتحطيها على عسل نحل او على عسل اللي هو بتاع الكنافه التقيل عشان يلمع بس الشكل كده. حطيت عين جمل، احط عليهم فستق كده. شايفين بقى الجمل؟ ايه رايك؟ وهنا كمان احط فستق مطحون على الايه، على الفستانات اللي احنا عاملينها دي. طبعا حاجه كده وهم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ايه رايك بقى في الجمال ده؟ عسل عسل عسل، طبعا عسلات كتير مش عسل واحد. شايفه الجمل؟ وهنا كمان على الكنافه الكوبايات بتاعتنا دي الصغننه دي اهي، هنحط برده عليها فستق كده من فوق. وبكده حبايبي نكون زينا تورته الكنافه والحاجات الجميله دي كلها. شايفين بقى الحاجات الحلوه دي؟ دي طبعا النص الباقي من الكنافه اللي احنا كنا حاطين عليها سمنه، يعني احنا حاطين على الكنافه دي سمنه وهحطها بقى في الفرن تتحمص. وهنا الكنافه بتاعتنا بعد ما اتحمرت طلعتها كده من الفرن. وهنا هنحط بقى في الكوبايات بتاعتنا الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى يا حبيبي هنحط عليها الجيلي. ده جيلي المانجا عشان دي تبقى طبقة. وبعد كده هنحط كمان طبقة كريم شانتيه. كده انا هحطه بس في التلاجة. وكده حبيبي انا زينت الكاسات بتاعتنا بالكريم شانتيه وحطيت لها عين جمل. وهنا كمان زينا الكنافه بتاعتنا الجميله فستق وكريم شانتيه. هجيب لكم بقى تورته الكنافه اللي احنا عملناها مع بعض عشان نشوف الشكل النهائي مع بعض. وهنا كمان هنحط لها شوكولاته شيبس كده من فوق، يعني مدلعاكم اخر دلع النهارده. وحطيت كمان بسكوت اوريو كده على الكاسات، شكله طبعا جميل جدا. كده عملنا ثلاث انواع من الكنافه، حاجه كده وهم. وده يا حبايبي الشكل النهائي للكنافه بتاعتنا. عملنا ثلاث اصناف من الكنافه بطريقه زي العسل. تحياتي للجميع ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.